في ظل اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير وتنوع خدمات ذوي الإعاقة، تقام فعاليات الملتقى 17 للجمعية الخليجية للإعاقة تحت شعار الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، البلوغ والمراهقة. وتأتي أهمية هذا الملتقى الذي يقام بالتعاون بين الجمعية الخليجية للإعاقة والهيئة العامة لشؤون الإعاقة بدولة الكويت والجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين، فإنه يناقش قضايا غاية في الأهمية، حيث يحمل عنوانه الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. يتخلل هذا المؤتمر أو الملتقى أوراق علمية تبحث وورش عمل صباحية ومسائية إن شاء الله. كذلك قبل الافتتاح هناك معرض لبوتات بمشاركة جميع الجهات الموجودة، سواء وزارة الصحة أو الجمعيات المشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك وزارة الشؤون الممثلة بالعلاقات العامة. الملتقى يركز على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلاله يمكن التعرف على واقع المشاكل التي تواجههم والتعرف على واقع البرامج وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب. نحتفل بإقامة الملتقى الخليجي 17، وهي المرة الثالثة الذي يقام على دولة الكويت. كل 6 سنوات هي بشكل دوري يقام الملتقى في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. هذا العام اخترنا عنوان متميز جدا لم يسبق التطرق إليه، وهو الاستقرار النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة. بافتتاح هالملتقى الخليجي 17 في دولة الكويت، طبعا يشرفنا وجود الإخوان من الخليج معنا في هذا يعني المؤتمر المهم جدا حق المعاقين. فالكلام معظمه يدور حول المعاق ومشاكله الخاصة والأشياء اللي يمكن إحنا ما نتطرق لها في حياتنا اليومية. فكرة عقد ملتقيات علمية سنوية تبنتها الجمعية الخليجية للإعاقة، والتي يتم تنظيمها في أحدى الدول الأعضاء للجمعية بشكل تنوبي، ويلتقي فيها الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم وأعضاء الجمعية والمختصون والمهتمون في مجالات الإعاقة المختلفة. عائشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.